الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. مسك المفتاح في المنام علامة على الوضوء والطهارة والماء النقي، والله أعلم. وإذا رأى النائم في منامه أنه يمسك مفاتيح كثيرة علامة على الحصول على الأموال الكثيرة، والله أعلم. رؤية مسك المفاتيح الجنة في المنام علامة على العلم الديني والتفقه في الدين، والله أعلم. رؤية مفاتيح الجنة في المنام علامة على القيام بعمرة أو حج عن قريب، والله أعلم. رؤية المفاتيح الجديدة في المنام رؤية تنظر بالخير لصاحب الرؤيا. فإذا رأى النائم في منامه المفاتيح الحديدة علامة على النصر القريب، والله أعلم. رؤية المفاتيح بلا أسنان في المنام رؤية غير مستحبة، تدل على أشياء مكروهة في حياة صاحب الرؤية. فإذا رأى النائم في منامه مفتاح بدون أسنان علامة على ظلم اليتيم والعياذ بالله، والله أعلم. رؤية المفاتيح بدون أسنان علامة أن صاحب الرؤية يجب عليه أن يتوقف عن الظلم قبل فوات الأوان، والله أعلم. كما تدل رؤية المفاتيح في الطريق في المنام دليل على الحصول على دبة قديما، والله أعلم. من يرى في المنام رؤية المفتاح الخشب رؤية غير محمودة وتدل على الشر، والله أعلم. رؤية سلسلة المفاتيح في المنام رؤية محمودة وتنظر بالخير، والله أعلم. فإذا رأى النائم في منامه سلسلة المفاتيح علامة على الرزق الكبير، والله أعلم. كما تدل الرؤية على الصحبة الصالحة، والله أعلم. رؤية سلسلة المفاتيح في المنام تدل على النصر، والله أعلم. إذا رأى النائم في منامه أنه يقوم بالتجسس من خلال ثقب المفتاح علامة على خذلان شخص كان يثق فيه، والله أعلم. ومن يرى أن هناك أشخاص يقومون بالتجسس عليك من خلال ثقب المفتاح علامة على إعاطة صاحب الرؤية بأصدقاء مخادعين، والله أعلم. كما تدل الرؤية على رغبة هؤلاء الأشخاص بالتجسس عليك والتدخل في حياتك لإزائك، والله أعلم. إذا رأى النائم في منامه أنه يحمل مفتاح الكعبة علامة على خير كبير يلحق به خلال الأيام المقبلة، والله أعلم. رؤية مفتاح الكعبة في المنام علامة على الطمأنينة والسكينة في الحياة، والله أعلم. ويرمز مفتاح الكعبة في المنام علامة على التحصن وحماية صاحب الرؤيا من أي أذى، والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.